خلص ان شاء الله من الخلود وخلص بعدها من التعاون بعدها نقول هاتوا الهلالي. ما لنا عذر ليش؟ مدربنا جديد. جاك المود يترك الصلاة، جاك المود يترك الصلاة، جاك النصر، جاك نصر بيولي. استعد استعد استعد، يلا نمزمز على الخلود، عندنا مزمزة الحين ان شاء الله بعد ما نخلص منهم، عندنا مواعيد مهمة. الكرة بتتيب في مكان الله، هدف تاريخي بالنسبة لفريق الخلود في أول مواجهاته في دم. يرسل الكرة في مكان، شوف النقلات، شوف التصويبة، يا رب يا للقطة يا للقطة يا للخلود يا للخلود، إنه يقدم أداء للبقاء بعد الستية. هنا المهارة، هنا التلاعب، هنا العرضية، هنا الخلود، هنا الخلود، هنا الخلود، صارت ثلاثة. الله يا لاعب، قاموا قاموا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كذا؟ من دنا نتكلم الحين؟ لابد من الأخطاء الدفاعية. أنا قاعد أمدح ويكندو. ما عليه. 1-0. تونا الدقيقة 11. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيها شيء. يا الله. طلعت يا حشرة. القم بس يا ربي يا استاذ، والله حاسه. ايمن كيف يمشي بك كذا؟ ايمن الله يهديك يا ايمن، الله يهديك يا ايمن، قاعد يراوغك بكل سهوله. هذا الوضع الطبيعي للنصر. هذا ارمس ارمس وين لاعب الخلود، لعيب بس برضه ما يراوغك كذا يا ايمن، ما يراوغك بالطريقه هذه يا ايمن. كلهم واحد، ايه كلهم واحد بالدنيا. يعني تقدر تقطع الكوره بطريقه واضحه جدا. الو، 4 مرات ياخذك رايح جاي. بيولي ممتاز، لكن اليوم تفلسف. بيولي اليوم تفلسف. انا عندي هلال ابغى افوز عليه، لازم اني افوز على الهلال. اذا الخلود ما قدرنا نفوز عليه، بيولي لو استمر بالفلسفه انسى تفوز على الهلال. الخلود انت عدل معك، سجل فيك 3 اهداف. الخلود اللي جاي من الدرجه الثانيه، ما ادري الثالثه، ما ادري من وين جاي، قلعه وادرين، سجل فيك 3 اهداف في حرجك، وفي بعض الدقائق احسن منك. لعيبة تمشي داخل ارضيه الملعب، اجانب مليارات ملايين تمشي داخل ارضيه الملعب، ما خلنا شيء. ما تاخذ الشون انتم، ما تقدرون الجماهير داخل ارضيه الملعب واللي خالف الشاشات. ايش اللعيبه ذولي؟ هذول بقابل الهلال وقابل العين باللعيبه ذولي؟ عدم مسؤوليه، برود داخل ارضيه الملعب، سحبوا رجلينهم، ما يقدرون الشعار اللي يلبسونه، ولا واحد يقدر الشعار. ذولي لاعبين الحين، لو مدرب ولا وش مدرب مخطي بعض القرارات، لكن ما يتحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه اشباه اللاعبين اللي داخل ارضيه الملعب. هذول اللاعبين ذولي، ساديو ماني، انت لاعب كرة قدم، انت منظم، ما حطك حرام انك بنادي النصر. اقسم بالله قهر وشيء مستفز من اللاعبين، غبنا، اقسم بالله غبنا، خربت الوكند يا شيخ. وللمرة 20 اقول انه اخواننا من النصر يسامحوني، بس اقول لهم انتم ذكري لا تفوزون عليه الا بضربات الجزاء دائما وابدا. وهذه للمرة ما نعرف الخامسة السادسة، ما نعرف شو الله، المرة اللي فات ضربتين جزاء، اليوم 3 ضربات جزاء. يا والله لو يلعبوا، انا كنت اعتقد ان ملوك يلعبوا شهر ما راح يسجلون الا عن طريق ضربة ثابتة، ضربة جزاء. مو منطق يعني، كاب 8 ريال من الهرم، يعني ما انت قادر تفوز عليه من سنين. وش ذا الكاب لعنبوه اللي اقوى من بيليه ومارادونا؟ كاب بن زكري بيولي، تشيل كاسترو، طلع كاسترو، تجيب بيب جوارديولا، ما عاد ينفع. بنذكري عقدة من أشهر المقولات اللي أنا سمعتها في حياتي، اللي هو الليل والبيداء، وتعرف لا، في واحدة أشهر منها، النصر لا يفوز عليه بالانتيات، القائل
ابن ابو زكري. والله قالها فعلا. الى متى يا اخي الى متى؟ بيولي جايبينه من ميلان، بن زكري جايبينه من عنده يد فراج، كان تاكي يحلل، ما في نادي، ما في شيء، ما في بس قوي. بن زكري قوي قوي. هذا عادات الكبير يا لعب، هذا عادات النصر، ما يبطي والله، ما يبطي ما يطول، ما عنده. ادوارد مندك بالتجلي، جودوود، الله، ومرة أخرى يفعلها جودوين، وهكذا يحتفل بهذه الطريقة المثيرة المثيرة، إنها مثيرة. تقدم الأخدود. أنتوا شايفين هذا فريق تقدر تنافس فيه حتى على كاس مويا؟ سيبونا من الناس اللي فوق، سيبونا. أنت شوف المركز الكم، السابع، من 8 مباريات عندك 11 نقطة فقط. تباني أنصف مين بالضبط؟ البدلاء اللي كل واحد تسبب في الهدف أسوأ من الثاني، واحد كسر الأوفسايد والثاني معطيهم البلنتي، ولا أنصف فيرمينو اللي والله لو جمعت عدد أهدافه المتسللة معانا حتكون أعلى من عدد أهدافه اللي انحسبت. أنت كل يوم متسلل، أنت نايم هناك مسوي خيمة. إيش هذا يا أهلي اللي قاعد يسويه الخدود؟ أقسم بالله قلة حياة. أوكي كلاسيكو الكبار وكل شيء، بس ما ياخذك رايح جاي زي كذا. والله عيب، والله العظيم عيب، والله على اللي قاعد نشوفه من عفن. والله ما أدري شو أقول لك يا ماتياس، هل أنك تترك كرة القدم وتتوجه للخبرتك الحقيقية، أنك تصبح موديل تجذب الأضواء لك؟ لأن الكورة والله ما يبلغ، مو معقولة طلعت من كأس الملك وخسرت نصف نهائي السوبر وجايب 11 نقطة من أصل 24 نقطة في دوري روشن يا أخي، حرام. والله ما أدري شو أقول لك عزيزي الأهلاوي، ولكن هارد. ما بتشمل استغفر الله. واجه الكبرى، اوه والله العظيم. تعرفوا ليش؟ فريق ما تعرف هو ايش حيسوي اليوم، تتوقع بينهزم يفوز، تتوقع يفوز ينهزم، تتوقع انه حيفوز بنتيجه كبيره ينهزم ويتعادل. وبعدين يعني والله اللي زعل مو هنا يا عيال، اللي زعل انه لعبنا 8 مباريات في الدوري 5 تعثرات. والله شكلنا بنهبط، هذه المره بنهبط باحترام. فريق زي الخدود يفوز عليك، فريق في المركز الأخير. يا ناس خاف الله فينا، يا ناس خاف الله فينا. ارتكب كل المحرمات في الكورة، أداء معفن، أداء مقرف. أقسم بالله ما في رجال في النادي لو فادي الحمد كمل دقيقة معنا. أنا واحد برا يشوف اللي قاعد أصور معك، يعني أنا إيش؟ لا إيش اللي تصور؟ يا حبيبي في العالم هذا هو جديد رخيص بجنن إيهاب خيان يمول تنزيلات نتشة جديد كله رخيص داخل كيس يوم الخميس أكل تميز هي هي هو هي هي هي.